أولا قضية الشرف إذا كانت بكرا لا تقتل، البكر لا تقتل، لو زنت 100 مرة لا يجوز قتلها. الله تبارك وتعالى يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لا يجوز أن تقتل. قضية الشرف خلي يقتل الشرف ويتحمل اللي يجيه يوم القيامة، قتل نفس إزهاق نفس هذا والعياذ بالله، ما يجوز قتلها لأجل أنها زنت، وإنما تجلد 100 جلدة ولا تقتل. والشرف هذا يعني هل هو أيضا للذكر والأنثى؟ لأن الشرع لا يفرق بين الذكر والأنثى، قال فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هل يطبق هذا الشرف إذا زنى الرجل ويقتل لأجل الشرف، ولا الشرف على المرأة فقط؟ فهذا قتلها ليس غيرة لله وإنما غيرة لنفسه والعياذ بالله. ويك لا يقتل الرجل وإنما يقتل المرأة، لا يجوز.